وصلنا سالي، وصلنا لفقرة كتير حلوة كتير مميزة، حنشوف وجوه فيها كتير مهضومة. محطتنا الأخيرة مع نشاط مميز للمرة الأولى بسوريا، حيث قدم طلاب مدرسة الثامن من أذار رسالة محبة وسلام من أطفال سوريا إلى العالم. تضمنت عروض مسرحية، محطات ثقافية من الشعر، الأغاني والموسيقى. لنتعرف بشكل موسع عن هذا النشاط بدنا بسرنا نرحب بالأستاذ علي الجلاد مدير مدرسة الثامن من آذار، وأيضا الآنسة نجود نصور مشرفة على النشاط للصبايا الحلوين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. يعني اليوم نحن كتير مبسوطين أنه نور معنا بالصباح، نور إبراهيم خلينا نقول، وأيضا طفلة ماريا الجلاد. أهلا وسهلا فيكم. رح نشوف مواهبكم، نسمع شو عندكم، بس بالبداية أستاذ علي بدنا نعرف كيف تم التحضير لهذا النشاط وشو بيتضمن. بداية التحضير كان سابق من سنوات عديدة. حبينا نأسس لمادة اللغة الإنجليزية نرسخها بعقول طلابنا لنوصل رسالة للعالم أنه نحن موجودين، نبين مواهبنا، نبين تواصلنا مع العالم الخارجي. التحضير للفعالية كان من شهر الثالث تقريبا، شهر آذار لمبارح. مبارح كانت الاحتفالية وكانت على مستوى القطر لأول مرة بتصير هي على مستوى تستاهل سوريا. كانت تصير لأنه تماما هي حلوة كتير أنه لأول مرة بتكون بادرة باللغة الإنجليزية كاملة تماماً. يعني مهرجان كامل باللغة الإنجليزية، ما تخلله شيء باللغة العربية. التحضيرات كانت حلوة، ساعدونا طبعا زملائنا المعلمين والمدرسين اللغة الإنجليزية بهذا النشاط المميز كان حقيقة. نعم، يعني يوم كامل باللغة الإنجليزية مانو بالأمر السهل، كان بيتطلب مجهود كبير. خلينا نحكي شوية عنه مع حضرتك. أيضا بيخلي في حافز هيك عند الأطفال للمنافسة بين بعضهم. ايه طبعا، هلأ هذا الشيء مانو جديد على المدرسة عنا. نحن دائما عندنا اللغة الإنجليزية كتير يعني إلى مرتبة كتير عالية عندنا. نحن عندنا يوم بالأسبوع هو يوم اللغة الإنجليزية بكل أسبوع، يوم تنين طبعا بتوجيهات من الأستاذ علي، يوم تنين هو يوم اللغة الإنجليزية بنحكي فيه مع الطلاب فقط بالإنجليزي، هي غير المهرجان يعني. فمثل ما تفضل الأستاذ علي، نحن عندنا يعني عندنا أرضية، عندنا تحضير مسبق، يعني الأولاد الطلاب متعودين على موضوع الإنجليزي، متعودين على أنه يحكوا بالإنجليزي. هذا شيء أساسي ويومي، يعني أنا ما في طالب بيجي بيقول لي مرحبا أنسي أو صباح الخير أنسي، good morning teacher, good morning miss, or hello teacher, hello miss. هذا شيء أساسي عندنا بالمدرسة وعم نشتغل عليه، يعني هو أخذ منا وقت شوي وأخذ منا تعب، بس الحمد لله عم نلاقي نتائج حلوة. يعني هذا المهم، دائما الجهد والتعب الكبير دائما نلاقي نتائج منه. هلأ بدنا نشوف شوي الصبايا، بدنا نبدأ من عندك نور. عارفينا كيف كانت مشاركتك أنت بأي صف؟ أنا اسمي نور إبراهيم، أنا صف سادس. طبعا فعاليتنا مبارح كانت فعالية كتير مميزة لأول مرة على المستوى الجمهورية العربية السورية. استفدنا منها كتير، حبينا نوصل الفكرة ونرسخ المعلومات بذهن الطالب بشكل محبب للقلب. الصور الملونة والأشياء الحلوة اللي بتوصل له الفكرة بشكل سهل محبب. وما بننسى أنه نحن هلا بعصر التكنولوجيا، العصر يلي بيخلينا دائما أكيد نواكب التطور، لهيك من الضروري أنه نحن نتعلم اللغة الإنجليزية. حلو هالكلام، حلو. شو بدك تسمعينا؟ بحب سمعكم قصيدة، أنا موهبتي هي إلقاء الشعر باللغة الإنجليزية. تفضل. بدك الترجمة؟ أكيد. War, why, why? War is nothing, but killing is everything. War, why, why? War, no cry. For just peace, no war. Up and keep the door. Baby has to live, kill no dove. Just peace has to be, for you and for me. Just peace for everyone. Think more and more. War, why war? War is nothing, but killing is everything. Please, please, write and peace, give us. الله الله على الأكسنت، ما أحلاها. مو بس إلقاء شعر، إلقاء شعر وأيضا متمكنة منه. يعني قديش هيك حلو نشوف هذا الجيل بيتمتع بهيدي الثقافة وهذا الإبداع رغم الظروف اللي عاشها.
أكيد سالي، الرسالة واضحة أنه نحن بدنا نوقف قتل، نوقف هي الحرب. هي الرسالة من طفلة هي صف سادس خلينا نقول، كتير كبيرة اليوم وبلغة إنجليزية، فالمفروض توصل لكل أنحاء العالم. قدي اختيار الموضوع هو الشيء كتير مهم، لأنه هي رسالة، هي ما بقى رسالة مدرسة صفت. طبعا هي رسالة طفل. نعم. هي يعني شو نحن عم نحاول نوصل شو بدهم الأطفال. يعني هن الأطفال لحالهم عم بيقولوا اختيار الموضوع. نحن بس فيني أقول لك منوجه أو منساعد مندعم، هن اختاروا المواضيع، هن يعني خلقوا بهالأزمة وإيه هنن قالوا بدنا هيك، هنن بدهم بيعرفوا شو بدهم، هنن بدهم الحرب توقف، هنن بدهم السلام، بدهم المحبة، بدهم الفرح. يعني هذا كان عنوان مهرجاننا، المحبة والسلام. هي كانت رسالتهم. أكيد. من نور لماريا، خجولة ماريا، خبرينا شو بدك تقولي، شو شاركتي، شو بدك تقولي، بدك تلقي شعر ولا كانت مشاركتك تانية؟ هلا انا هلا بدي القي شعر بس بالعربي. بالعربي؟ ايه. انت شاركتي بس بالفعاليه اللي كانت، سمعتي رفقاتك كيف عم يحكوا بالانجليزي، بتحبي اللغه الانجليزيه، ولكن بدك تلقي شعر بلغتنا، اللغه العربيه الام. تفضلي. حين قلت لهم انا دمشق لم يصدقوني، حين قلت لهم انا دمشق لم يصدقوني، هم لا يعلمون أن ملايين الأسود يعشقون التراب ويعشقوني. أنا دمشق يا أمة العرب، أنا دمشق يا أمة العرب، أنا من أعدمت قوافل الغزاة فهيهاتا أن تعدموني. أنا عاصمة التاريخ ولا تاريخ بدوني، أنا ماء وضوء محمد ودرب المسيح في عيوني، أنا القسام يا قدس شجوني، أنا من قاتلت غزاتكم بدماء عروبتي، واليوم واليوم سعيتم كي تقتلوني. أنا دمشق أيها الجبناء، أنا دمشق أيها الجبناء، قد تسقطون الشمس ولكن هيهاتا أن تسقطوني. شو في احلى من هيك؟ شو حلو، شو حلو لك، شو حلو، شو طريقه الاحساس يلي عم يقدر يوصل الطفل بطريقه جدا جميله، وخاصه عيون الاطفال بتغلي للقاء عم نشوفه. مميز سواء عند نور او ماريا، يعني فعلا مبسوطين بالشيء اللي عم يشتغلوا. دائما نحن بنقول انه ثلاث ارباع نجاح الشعر او حتى وصوله هو طريقه الالقاء، هي هذا الشيء اللي نشحوا فيه. نور وماريا قديش اشتغلتوا كمان على الالقاء، مو بس الكلمات تكون صح، اللغه تكون صح، لا كمان الالقاء. تماما. هلا النشاطات المدرسه لا تقتصر على اللغه الانجليزيه، فعندنا نشاطات كثيره جدا باللغه العربيه، من ضمنها القاء الشعر والقصائد في الباحه، ضمن الباحه المدرسه. تعلم الطفل كيف يطلع، راح الخجل، راح الخوف، صار عنده قوه شخصيه اكثر، تعلم يكون اسلوبه افضل. نحن كان دورنا فقط توجيه، يعني نحن نوجهه لمسار صحيح. نعم تماما. يعني مثل ما تفضلت اهم شيء كان التوجيه. ولكن خلينا نحكي عن الابداع اللي باطفالنا. حكينا كلمه، رغم ظروف الحرب عم نشوف في طاقه وشيء عند اطفالنا بدهم يطلعوا لبرا. يعني ممكن تكون بعد هالسنين يلي عانيناها او عانوها اطفالنا صار في رده فعل، ولكن رده الفعل كانت ايجابيه، سواء بمسابقاتنا العلميه اللي عم تقام على مستوى العالم، وسواء بالفعاليات الداخليه ضمن القطر. خلينا نحكي قديش في كميه من الابداع غير التشجيع تبعكم. طبعا في ابداع. هلا كل طفل عنده شيء، يعني ما في طفل ما عنده، كل الاطفال عندهم طاقه، كلهم عندهم ابداع بمكان معين او بمجال معين، فانت بدك تعرفي كيف تطلعي، كيف بدك تعرفي كيف تساعديه، يعني كيف هالولد يطلع. يعني عنا طلاب نحن مثلا مو كتير بالمدرسة، ما كتير مثلا بيحبوا الدرس، بيحبوا الرسم، منشجع هذا الموضوع، منشجعه. في أمور مثلا في طلاب بيحبوا خلينا نقول الغناء مثلا، الرياضة. يعني انت كل ما ساعدتي الطفل
كل ما اعطيتيه حريته ودعمتي وبنفس الوقت وجهتي بتلاقي انه هو طالع اللي عنده. بدك تعرفي بس تطالعي كيف الطالع اللي عنده. هي هي القصه اللي يعني الاكثر شيء بتاثر بالأطفال. الشيء كمان المميز انه دائما في الاهل حاطين ايديهم بايدين المدرسه، هذا موضوع كثير مهم. في اهل ممكن ما يكون عندهم هي الثقافه وهذا الوعي، يقولوا انه هي ضياعه وقت. شو ممكن يكون تدريب مثلا بعد وقت الدوام، شو ممكن خلال حصص الرياضه او الموسيقى؟ فعم بنشوف اهل كثير واعيين وبنشوف اهل لا بالعكس. ايه هلا عم نشوف هذا الشيء نحن، يعني عندنا هلا غالبيه الاهالي، مشان ما اظلم حدا، غالبيه الاهالي كثير متعاونين. هلا نحن ما عم نحاول انه ما نتاخر على الاولاد بعد الدوام، يعني بنحاول مثلا حصه فراغ، الطلائع مثلا، فرصه كذا، نساعد الاولاد بحيث انه هن لا يتاخروا عن الدوام ولا بعد الدوام عفوا، ولا انه يروح عليهم ولا حصه درسيه ولا لحظه من الحصه الدرسيه. يعني عم نحاول نوصل وحده بهالمدرسه. طبعا بدي نور تجي لحدنا، بدنا نقرب شوي، قومي شوي وقربي لحدي هيك، نقرب شوي هيك لنكون نحن هيك جنب بعض، نقعد هيك سوا مشان فرح. شو نعمل؟ اكيد بدنا نسمع منكم اغنيه موطني يلي حتغنوها بالانجليزي، صح؟ صح. طبعا نحن بنهدي هاي الاغنيه لوطننا سوريا، يلي نحن عشنا ازمه، نحن جيل عشنا ازمه كثير صعبه واجهنا، بس نحن مستعدين، وهلا نحن ما عدنا اطفال سوريا، نحن اشبال سوريا. اكيد اكيد. يلا بلشوا. ليش عيونك اول شيء مدمعه؟ يلا بدنا ثقه اكثر ونسمع منكم هي يلا طبعا. Oh my home, oh my home, glory and beauty, grace and majesty are your wheels, in your heels. Life and relief, felicity and belief are in your love, in your love. Shall I see you, save a blessed, victorious and honored, save a blessed, victorious and honored. Shall I see you every night, reaching the stars, oh my home, oh my home. الله يعني كلمات حلوة هنا بإذني، هي هيك وعم ترن رن، اخترتوا موطني. يمكن هي كان رح ختامنا مع الصبايا بهيدي الغنية. بدنا نتشكركم، نتشكر جهودكم أكيد اللي عم بتقوموا فيها، بدنا نتشكركم أنتوا على هالشي الحلو يلي قدمتوه، كتير كنتوا مهضومين وبتجننوا. إن شاء الله هيك منشوفكم مثل ما قلتوا أشبال، أنتوا أشبال لنقدر نعمر سوريا. أكيد بدي أتشكر جهودكم، وأكيد بدي أتشكر الصبايا الحلوين، وبدي أتمنى لكم كمان مستقبل يليق فيكم، وإن شاء الله منكون خلصنا من الحرب وقادرين فعلا أنه نعمل جيل كتير مميز بجهودكم. أكيد شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.